نجمتنا الليلة في الجزء الثاني في برنامج عندي من غني لك آخر مترشحة في برنامج ستار أكاديمي، آخر مترشحة تونسية نقصد، وصلت للنهائيات وشرفت تونس طبعا بمشاركتها. تمتلك طاقات صوتية جيدة، طاقات صوتية كبيرة بشهادة إلياس الرحباني وكبار أيضا الموسيقيين. وصلت للنهائي ضد المصري محمد شاهين واللبنانية لي. على كل الليلة باش نستقبلوا مع بعضنا، وهاكم طلعتوا تعرفوها أكيد، الصوت التونسي المتألق غادة أجريدي. يلا غادة، أهلا بيك غادة. مرحبا بك غادة. نحب نشكر الفان كلوب تاعك لانهم نزلوا علينا بالمساج والدنيا مقلوبه، جيبونا 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 غادة. هي تعطينا غادة وفاكهه الاكاديميه يسميوك هكا، هاي علاش؟ نعرفش ما تعرفش عليه، ما عندها مسمينك وانت ما تعرفش. على كل برشا برشا اسامي، برشا اسامي. لا مرحبا بك في برنامج عندي ما نغني لك. شنو تحب تقول للناس اللي يتفرجوا فيك واللي يحبوك واللي يتبعوك؟ نحب نقولهم لأنني نحبكم برشا. أيوة. وميرسي على وقفتكم معايا وتشجيعكم. أيوة. إيش باش تغني لنا لالا؟ وحياتك يا حبيبي. أغنية صعيبة اخترت الليلة. وحياتك يا حبيبي غادة أجريدي، يلا. أنا وحدي أفضل حالفي، ما تخلي
خلي شوية عليا وخلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليك خلي شوية عليا وشوية يعطيك الصحة. غادة قبل الستار أكاديمي وين كنت مخبي وصوتك وين كان مخبي قبل الستار أكاديمي؟ غنيت قبل في وين؟ حفلات في كذا معناتها في الوسط اللي أنت فيه ولا يعني ما ظهرتش بشكل جيد؟ ما ظهرتش في وسائل الإعلام ديريكت الستارك؟ إيه ديريكت. شنو ربحت من تجربة الستار أكاديمي؟ برشا حاجات مثلا أنك تقف على بوديوم كيما هكا قدام دي كاميرا هذه ساعة حاجة كبيرة أكيد مرتاحة ألاز بكل ثقة بالنفس هذه حاجة كبيرة
أكيد. أنك ما خذيتش اللقب مثلا مش مشكلة ستي الفينال معناها تبقى تتحسر على أنك ما وصلتش معناتها ما خذيتش اللقب. ليه ديجا قلت هنا فرحانة برشا وصلت الفينال غيري ما وصلش معناتها ما خذيتش اللقب مش مشكلة مش مشكلة فيناليست مش مشكلة. على كل مرحبا بك للا في برنامج عندي ما نغني لك باش نستقبل لك مباشرة مرة أخرى الفنان القدير شكري بوزيان. شكري اتبع ستار اكاديمي زيدك شوية مزالش شكري اتبع ستار اكاديمي قلت لك زيد شوية شارلة طحتانة اتبع ستار اكاديمي اتبع ذا فويس عرب ايدل اتبع باش تشوف الاصوات والا باش تشوف المستوى والا كيبداو فما توانسه في المشاركين سورتو توانسه اش باش تقدموا لنا باش نقدموا يجي لبالك يجي لبالك عاد يجي لبالك تنساني يجي لبالك من الاغاني شكري اللي ضربت وهيت معناتها غنيه مشيت فيها مواصفات فيها مواصفات الغنيه ضربه رغم اللي الكلمات تبدو عاديه اما اللحن القوه هي قوه في التوزيع هي هي من المستوحات من الفن الشعبي من اللون الشعبي اي اما مودرن ماهيشي اي طبعا مع توزيعها واحد دخلت في اي سيرتو التوزيع وسيرتو كلمات والحان كلماتي والحان شكري بوزيان يجي لبالك يلا يا طالبتني وعامله مغنى جيل
شكرا لك الفنان شكري بوزير. شكرا لك غادة. والله غادة غادة في اللون التونسي توفا معناتها تقد روحها. احنا ما عادش عندنا شك حتى ادنى شك في كونه عندنا اصوات جميله جميله جدا. لا وما يغنيوش التونسي كلهم يغنيوا التونسي. الكل يغنيوا التونسي تقريبا. معناتها من ميزه الفنان التونسي انه يؤدي المقام نتاعو. انا باقي غادة شكرا لك على الحضور معنا. شكرا لك شكري. ايضا باش ترجعوا لنا بعد قليل راهو جوست ترتاح. هاي اليد في اليد عادي يا شكري. يا شكري اليد في اليد. مدام جو التونسي الليله غادة جريدي وعمر بن رمضان مع بعضهم زوز. يلا خليقة غادة شكون لبسك؟ جازية كوتشور. نحب نقدم له تحية خاصة ونحب نقدم تحية زادة خاصة للماكيوز اللي عندكم هنا يا حذامي. اي حذامي يعطي صحة وتحية ليك علي. يعيشك يلا بارك الله. أنا معاهم الزوز سارة. وقت الليلي وقت الليلي وش يقولوا فينا
يعطيك الصحة للحضور معنا، ويعطيك الصحة أيضا حضورك كان متألق الليلة. باش نواصل مباشرة نستقبلوا مع بعضنا فادي حرب. أهلا بيك فادي، مرحبا بيك. يلا فادي، إيش باش تسمعونا؟ إيش باش تسمعونا؟ كوكتيل سميرة توفيق. ها؟ كوكتيل سميرة توفيق اللي إيش فيه؟ على عين مليتين فيه، بسك تيجي حارتنا بيع الجمل يا علي. مفيش يعني عم تفشي السر من قبل، من قبل ما نبلش. نحبوا نعرف، نحبوا نعرف يا ولدي. حافظين الغنية ولا مش حافظين؟ حافظين. ايش بتسمعونا؟ تغني معنا؟ لا انا لا. ها. ليه؟ على عين مليتين. وشنو هي الاخر؟ بسك تيجي حارتنا. اي يلا فادي حرب غادة اجريدي. يلا يلا
جسر الحديد القطع من دوس رجلي بدك بسك تيجي حارتنا يا عيوني وتتلفت حوالينا الله الله انا بسك تيجي حارتنا يا عيوني وتتلفت حوالينا الله الله انا عينك على غدا جارتنا وانا عينك على مرقت سيارة حمراء أنا من بيروت لتونس أنا مرقت سيارة حمراء أنا هي سيارتك يا غادة لك وأنا عارفة من النهارة تيجي حارتنا وتتلفت حوالينا عينك على جارتنا أنا ولا عينك علينا مشاري عك ايش باش تعمل غاده بعد استراك شو باش تعمل عندي غنية قاعده نحضر فيها توا عندك غنية كلمات والحان ولا بتحبش تقول الله اعلم دونتو لك لاله مرحبا بك نحب نشكر الفرقه الموسيقيه الحلوه اكيد اكيد يعطيك الصحه عايشك دريان لاله نشكر كل كيب يا عايشة لاله مرحبا بك ما تترددش في اي وقت تحب تجي بحذانا تتفضل عندي من غني لك مفتوح امام امامك مرحبا بك عندك ما تقول لي زاد اجي تحب تجي في عندي ما تقول لي اجي مرحبا بك لاله تحيه كبيره الغاده جريدي يعطيك الصحه ختامها مسكن